بل كما قلت وصل القدح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقصة زواجه من زينب ابنة عمته رضي الله تعالى عنها، زينب بنت جحش أم المؤمنين كما جاء في قصتها في سورة الأحزاب. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، المسألة بسيطة، أن الله تعالى أراد أن يلغي أو أن يقضي على العادة الجاهلية المعروفة، وهي عادة التبني. فكان الرجل في الجاهلية يختص أحدا من الناس ليتبناه فيأخذ اسمه، والنبي صلى الله عليه وسلم حبا في زيد رضي الله تعالى عنه تبناه قبل البعثة، فكان يقال له زيد بن محمد اللي هو زيد بن حارثة. فلما أكرمه الله تعالى بالبعثة أوحى الله تعالى إليه قول أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ينسب الابن إلى أبيه، علم أبوه فذاك ما علم، إذن هو مولى وأخ في الدين. وكان لدى أهل الجاهلية طبعا بما أن هذا الابن بالتبني أصبح ملحقا في النسب إذن يمنع الزواج من زوجته، فلتأكيد القضاء على هذا المبدأ الجاهلي حرم الله تعالى زوجات الأبناء من الصلب، وهذا السر في قوله تعالى في التعبير القرآني وحلائل أبنائكم، ولو قال هذا لكفى، معروف الابن من هو، ولكن للقضاء على هذه العادة الجاهلية قال الذين من أصلابكم. فغير ابن الصلب لا عبرة به. فإذا أراد الله تعالى أن يحقق هذا عمليا حتى لا يبقى في النفوس أي ريب، فتزوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش، ويقع بين زيد وبين زوجه شيء من الخلاف، هذا أمر قدره الله تعالى، ويأتي ليشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يجد من شدة من قبل زوجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمسك عليك زوجك واتق الله، والله تعالى يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيتزوج زينب، ومع ذلك يقول لزيد أمسك عليك زوجك، إلى أن جاء زيد ونيته الطلاق فطلقها. هذا الأمر بكل بساطة، فانقضت عدتها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن العادة في الجاهلية أنه لا يجوز للأب أن يتزوج زوجة أو طليقة يعني مطلقة ولده بالتبني. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، انتهت عادة الجاهلية ليقضى عليها تماما. تأتي الروايات في كتب التفسير وكتب الحديث وكتب السيرة لتروي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته عندما كان يذهب لزيارة زيد في بيته ولعمق العلاقة بينهما كان يذهب إليه كثيرا، فلما فتح الباب نظر إليه نظر فإذا به يرى زينب رضي الله تعالى عنها وقد وضعت شيئا من ثيابها، فدخلت في نفسه، استغفر الله العظيم، إيش هذا الكلام؟ هي ابنة عمته يعرفها قبل أن يوضع هذا، إيش؟ قبل أن تلزم النساء بالحجاب يعرفها،
والله أعلم إن كان قد رآها قبل ذلك. يعني على كل حال، فما الداعي لأن تصور المسألة بهذه الصورة وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في هذا يختلس النظر وكأنها علاقة، يعني علاقة تقدح في عفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة وجد بسبب هذه الروايات ثغرة أيضا لبعض أعداء الإسلام وبعض مرضى القلوب لأن يطعنوا في هذا الدين، لأن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سلمان رشدي ماذا صنع؟ اعتمد على هذه الرواية ليقدح في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنتم تقولون محمد كذا كذا، هذه أخبار محمد الذي تزعمون، استغفر الله العظيم. هذا هو الإسلام. هل أمهات المؤمنين هذه قصة حب وكذا وكذا وعلاقة قبل، يعني ما شاء الله. أيضا بعض الناس يعني في أولاد حارتنا كما كنجيب محفوظ أيضا ومن معه، وربما أيضا إحسان عبد القدوس نفس الشيء، وأمثال هؤلاء الذين يعطيون جائزة نوبل في الأدب لأنهم يتكلمون، يعني مثل نجيب محفوظ، لأنهم يتكلمون على أمهات المؤمنين ويشيرون من طرف خفي أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل النفاق أو أعداء الإسلام يروي مثل هذه الروايات، فلأنه لا يوجد تمحيص لها للنظر في أسانيدها وفي متونها تقبل وتكون سببا للطعن في الدين. طبعا هناك من العلماء من نفى هذه الرواية من غير أهل الحق والاستقامة أيضا وحكموا بضعفها، كالقاضي أبي بكر بن العربي في كتاب أحكام القرآن أتى حقيقة بما لم يسبق إليه وفند هذه الرواية تفنيدا، وكذا غيره من أهل العلم. لكن العجب أن يتساهل في مثل هذا. فحقيقة نحن لا نقول بأن الرواية الآحادية لا تقبل في الأمور العملية، كررنا غير مرة أن أمور العقيدة هي التي يشترط فيها التواتر، أما الأمور العملية فيقبل فيها الرواية الآحادية وإن كانت ظنية، لأنه يكفي في العمل الدليل الظني، لكن بعد الثبوت بعد التمحيص. ولذلك من رجع إلى مسند الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى يجد بحمد الله تعالى أفضل الكتب وأصحها وأبعدها عن هذه الروايات الإسرائيلية لوجود هذا المبدأ مع توفيق الله سبحانه وتعالى. فينبغي بل يجب على أهل الحق والاستقامة أن يتمسكوا بهذا المبدأ وأن لا ينساقوا مع الآخرين.